في شان متصل بأخبار برشلونة، شن المحامي جوان لابورتا الرئيس السابق للنادي الكاتالوني هجوما حادا على الإدارة الحالية. لابورتا وفي حوار حصري أجراه مع موقع جول أكد أن إدارة بارتوميو تقوم بهدم العمل الذي قام به خلال فترة رئاسته التي امتدت من عام 2003 حتى 2010. لابورتا أضاف: هناك العديد من الأمور تتغير، وهذه الإدارة غير قادرة على قيادة الفريق للبطولات، ولم تعد تولي اهتماما بمدرسة لاماسيا. للأسف تسلموا أفضل فريق في تاريخ برشلونة، ولكنهم لم يحافظوا عليه، بل ابتعد الفريق عن أسلوبه الخاص باللعب. وصف لابورتا هذه الإدارة بأنها الأسوأ وأنها فاقدة للمصداقية وتعيش في حالة تخبط. عبر النجم البرازيلي السابق رونالدينيو خلال مؤتمر صحفي في سلفادور عن سعادته من أجل نيمار الذي وقع لباريس سان جيرمان. رونالدينيو صرح أن المهم بالنسبة لنيمار هو أن يكون سعيدا في النادي الذي يلعب فيه، مضيفا أن ما يجعله فرحا هو أن يراه سعيدا، ليختم بقوله: إن على نيمار أن يواصل الاستمتاع ويمنح الفرحة لكل من يحب كرة القدم.